ارتفاع السومة الكرائية للعمارات التابعة للشركة الفرنسية بيسلا للنواب المحترمين العربي السلمي محمد بن عطية إبراهيم مازوز فيصل الزرهوني عبد الله حسني عبد السلام الباكوري فاضل قديري وخديجة بن الفتوح من الفريق الدستوري الديمقراطي. شكرا سيد الرئيس سيد الوزير سادة النواب سيدات النائبات. سيد الوزير، لقد ارتفعت السومة الكرائية للعمارات التابعة للشركة الفرنسية بمدينة سلا خاصة يعني في تبركت بشكل ملفت للنظر، وهو ما خلف استياء لقاطن هذه العمارات الذين ظلوا يستفيدون من هذه الدور بأثمنة تتناسب ومؤهلاتهم المادية. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تمليك هذه العمارات لمستعمليها انسجاما مع الوعود التي أخذتها الجهات المختصة أو المسؤولة أو الوزراء الذين سبقوا على أساس بأنه قادي يملكوا لهم، فوجئنا بارتفاع السومة الكرائية بلا ما نعلمهم بلا ما نقول لهم الأسباب أشنا هي. وفي هذا الصدد سيد الوزير نسألكم عن التدابير المتخذة لتمليك هذه العمارات لساكنيها، ثم ما هي أسباب وتداعيات لارتفاع المفاجئ للسومة الكرائية، وشكرا سيد الوزير. شكرا. جواب سيد الوزير. بدون شك سيد النائب المحترم يعرف بأنني أجبت على هذا السؤال على الأقل 3 مرات في مجلس النواب وجوج مرات في مجلس المستشارين في الأسابيع القادمة الأخيرة. هو شو واقع سلا أو مقرات أخرى، هذه بعض المساكن اللي تعطات موظفين تجار من فئات مختلف الفئات سكنوا فيها في الخمسينات والستينات، والكراء اللي تحدد هذه نصف قرن أو 40 سنة 40 درهم. من بعد ماذا حدث؟ كاين اللي بقى ساكن في محله، هذاك الكراء ما تبدلش، 40 درهم باقي عمره ما تبدلش. ولكن كاين الناس اللي صابوا أشياء خارج القانون، كاين اللي بنى جوج ديال العمار جوج ديال الطبقات، كاين اللي باع لشي حد آخر بأثمان جد مرتفعة. فأمام هذا الوضع الغير قانوني كان حلين، أولا نريد أن نبيع، فطلبنا لهاد الناس اللي ما محترمش القانون أنهم يشريوا، وبالفعل بالنسبة للمدينة اللي تكلمت عليها فعرض البيع وكدا 93 واحد قبلوا يشريوا من 454 مسكن 95 دار الآن بيعت، وحنا مستعدين نبيعوا الأشياء الديور كاملين ما بين 25,000 درهم و 74,000 درهم. بالنسبة للناس اللي ما بغاوش يشريوا لابد على الأقل نردوا الثمن، ماشي مرتفع بزاف، 100 درهم الغرفة وهو ثمن جد منحدر بالنسبة للأسعار اللي كاينة الآن، ولكن إلا بغاو يشريوا مرحبا، هذا هو الحل الأساسي، غير يبغيو يشريوا فقط. أما الناس اللي بقاو محترمين القانون 40 درهم فقط منذ نصف قرن. شكرا. تعقيب السيد النائب تفضلوا. شكرا السيد الوزير. على كل حال هذه بادرة مهمة وحنا متفقين على باش تفوتوا لهاد الناس المحلات ديالهم، إلا كيبقى المشكل ديال الناس اللي ما احترموش، حتى هما مغاربه ماشي ما احترموش، حتى هما مغاربه ما احترموش، كيفاش ما احترموش؟ شيء طبيعي بالنسبه للحياه، انسان ما تلاش قادو داك المحل او ما عجبو شيء فوتوا لواحد اخر. فلهذا اللي كيخص نشوفوا معكم السيد الوزير هو الثمن، ربنا راه كاين مرتفع. بالنسبه للناس اللي ما شراوش كاين مشكل اخر واخا ما ذكرش في السؤال لابد نخبركم به، وهما هذوك الناس كيخصهم يديروا الصيانات الداخلية والصيانات الخارجية. هاد الشركة عمرها ما فكرت باش تجي تصوب هادوك المحلات، لأنه ما ربنا كاين اللي ولا كيهدد كاع بالخطورة ديال الهدم. الحالة ديالهم في حالة مزرية، لأنه من الواجب ومن الناحية القانونية راه الملاك
هو اللي كيصبغ برا ويصبغ شراجم ويصبغ سميتو اللي على حسابه. اللي كيبقى له كتيف لداخل هذا كيبقى يعني من اختصاص الساكن، ما كاين حتى مشكل. ولكن اللي مهم فهادشي كله هو السيد الوزير، هو ما دام الطرح مقبول حنا مستعدين باش نجيو نعاودو نعدو معاكم النظر في هذا المشكل. وشكرا سيدي الوزير. شكرا.